بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ هنكمل مع بعض في موضوع التنكات. السكشن التاني هنتكلم على حاجة اسمها الاسترينينج اكشن. كنا اتكلمنا السكشن اللي فات ازاي نعمل ديزاين للسكاشن اللي عليها ام بس او تي بس او ام وان او ام وتي في حالة الووتر سايد سكشن، وفرقنا المرة اللي فاتت ما بين الووتر سايد سكشن والاير سايد سكشن. في السكشن بتاع النهاردة هديك شوية قطاعات لخزانات هتستخدمها طول الترم، كل قطاع عليه الأحمال بتاعته. احنا ملناش دعوة النهاردة الأحمال جت منين، الأحمال دي إن شاء الله هتحسبها في كل خزان لوحده. فأنا هجيب لك الشريحة مرسومة وعليها الأحمال بتاعتها. كل مهمتنا النهاردة إزاي نرسم الاسترينينج أكشن على الشريحة دي، إزاي نرسم مومنت وإزاي نرسم نورمال. فيعتبر سيكشن النهارده استراكشر اكتر من انه خرسانه يعني، وسيكشن مهم لان بعد كده زي ما قلت لك السيكشن الاولاني والسيكشن الثاني هيخشوا في خطوتين مهمين في ديزاين اي خزان. اي خزان هتاخده طول الترم او هتاخده في الفيديوهات الجايه هتلاقيه بيقول لك في خطوه اسمها ديزاين وفي خطوه اسمها ستريننج اكشن، دول هيعتمدوا بشكل اساسي على السيكشنين دول. فتعال كده ناخد اول سيكشن معانا او اول مثال قطاع في خزان، والقطاع ده له ركيزتين، ده قطاع في خزان حرف يو اهو، وهنا دي ركيزة ودي ركيزة. وكنا اتفقنا من الفيديو اللي فات ان الركايز دي مش معناها الاعمدة اللي الخزان متشال عليها. امال الركايز دي ايه؟ دي معناها الحيطة بتاعة الخزان شغالة كديب بيم للأرضية بتاعة الخزان، وشرحنا الكلام ده المرة اللي فاتت. فيبقى الركايز ده ايه؟ ما هياش عمدان. امال ايه الركايز دي؟ ده انديكيشن للحيطة دي كدي بيم بالنسبة للأرضية. يعني الأرضية الأول بتودي أحمالها للحيطة، والحيطة بقى اللي بتودي أحمالها لمين؟ للأعمدة. كمرات مقلوبة يعني. طب أما يجي لي خزان زي ده، طبعا سعادتك بقى اللي هتحسب لها الاحمال دي بعد كده، احنا نديها لك المره دي جيفن. مطلوب مني النهارده ايه؟ ارسم مومنت وارسم شير. وتعالى كده يا باشمهندس نشوف للمثال ده او للخزان ده ازاي ارسم المومنت وازاي ارسم الشير. لو جالك خزان مرتكز على ركيزتين كده بس، وقلنا الركايز دي معناها ايه خلاص، لو هما ركيزتين بس في المساله فبنسمي الخزان ده ستيبل وستاتيكالي ديتيرمند، يعني محدد استاتيكي. فسعادتك تقدر ترسم المومنت عليه من غير ما تحتاج اي طريقه لرسم المومنت، بترسم زي استراكشر. فلو جالك خزان متشال على ركيزتين كده، ده اسهل خزان فيهم، ده بنسميه خزان محدد استاتيكي، ستيبل استاتيكالي ديتيرمند، وبنرسم العزوم عليه زي الاستراكشر. طب تعالى عايزين نرسم العزم على الخزان ده. سعادتك الاول ارسم الديتم اللي هترسم عليه العزم. يبقى ده الديتم اللي ان شاء الله هرسم عليه العزم بتاع الاحمال دي. كنت شرحت لك في الفيديو اللي فات ازاي ارسم العزم على خزان كده، وكنا فردنا الحيطه دي وفردنا الحيطه التانيه دي، وقلت لك اعتبر ده كأنه كابولي واعتبر ده كأنه كابولي وارجع للموم تاني. انا مش عايزك في الامتحان تعمل كده. امال عايزك في الامتحان تعمل ايه؟ انت راجل في سنه رابعه عندك حرف يو كده، والرجل ده اهي فري من فوق وتعتبر فيكسد من تحت او هنج من تحت، يعني فيها كونتينيوتي، يعني فيها عزم هنا، انها فوق العزم بصفر. فلو عايز اجيب العزم على الرجل دي وارسمه هنا بقى، اجيبه ازاي؟ ده حمل مثلث. سعادتك في البدايه ركز الحمل المثلث. طب التركيز ده بكام يا باشمهندس؟ نص القاعده في الارتفاع. القاعده ب 30، 30 دي راس المثلث، والارتفاع 4 3 متر، يبقى نص في 3 في 30 يديك 45. طب ده تركيز المثلث.
التركيز ده هيعمل مومنت في اخر الرجل خالص. طب التركيز ده على مسافة كام اصلا؟ تركيز اي مثلث بيبقى التلت من القاعدة، مسافة التلت من القاعدة والتلتين من فوق. اذا كان القاعدة كلها 3 متر يبقى المسافة من التركيز لحد نهاية الرجل كام؟ تلت التلاتة واحد. تلت التلاتة متر يديك 1 متر، فيبقى العزم تحت بكام؟ 45 مضروبة في 1. طب وديل السهم يا باشمهندس؟ يعني لما ارسم العزم هنا دلوقتي اللي هو 45 في 1 ده، هو تحت كده تحت هنا خالص، ارسمه جوه الخزان ولا ارسمه بره الخزان؟ هشوف ديل السهم، ف 45 مضروبة في 1 هيديك 45، وبتدور كده السهم هنا وديل السهم جوه، فيبقى العزم هنا في الاخر هيترسم 45 لجوه الخزان بالمنظر ده، خط جوه الخزان قيمته 45. طب العزم في اخر الرجل بكام؟ مفيش اي احمال جايه من فوق اصلا، فالعزم هنا ده كانت ليفر، يعني يعتبر الحته دي كده كانت ليفر، فالعزم في نهايته بصفر، يعني العزم هنا بصفر. واما تيجي توصل ما بين العزم اللي في الاول والاخر، بوصل حسب الحمل الموجود، الحمل المثلث العزم بتاعه بارابولا، فهترسم هنا بارابولا يا باشمهندس. طب البارابولا دي ما قلبتش ليه؟ يعني ليه ما رسمش البارابولا كده؟ تقلب لتحت، لان زي ما قلت لك ده كان كليفر، فلو انت خدت قطاع عند اي ارتفاع من كانتليفر ده، اي ارتفاع، هتلاقي ان العزم عند اي ارتفاع دايما جوه الخزان، لان ده كانتليفر مفيش ركايز فوق، فالعزم ما يقلبش كده، العزم يفضل سالب جوه الخزان كده، ما يقلبش لبره، طول ما مفيش ركيزه فوق طول ما العزم بتاعك هيفضل جوه الخزان كده. اللي عملته على الرجل اليمين هعمله في الرجل، اللي عملته على الرجل الشمال اسف هعمله في الرجل اليمين. هركز برضو الحمل هنا 45 وعلى ارتفاع متر، ف 45 في متر ب 45، ولو رسمت السهم بتاع العزم هتلاقي ان ديل السهم جوه الخزان وراس السهم بره، فيبقى العزم هيترسم لجوه الخزان، وتعلق برابولا ما تقلبش، ده ان ده كانت ليفر، فلو انت خدت قطاع عند اي ارتفاع هتلاقي الاحمال دايما بتعمل لك مومنت جوه الخزان. طيب مش جوينت دي يا باشمهندس، مش جوينت ده ايه؟ عندي لو رسمتها بره كده، عندي عزم هنا كده ب 45، عايز اعمل اتزان للجوينت دي، فالطبيعي ان يجي على الرجل ده ايه؟ عزم بالمنظر ده، ديله لفوق وقيمته 45 برضو. الخلاصة يا باشمهندس، عند اي جوينت في الخزان العزم على رجل بقيمة لجوه الخزان، يبقى العزم على الرجل التانية بنفس القيمة ونفس الاتجاه برضو جوه الخزان من ديزاين الجوينت. فيبقى هنا يا باشمهندس عند الرجل دي، عند الركيزة دي، في هنا 45 لفوق، وهي نفس الكلام 45 لفوق. طب عايز اوصل ما بين ده وده، عايز اوصل بالعزم هنا في بداية الرجل دي والعزم في نهاية الرجل دي. عشان توصل سعادتك هتشوف الحمل على الرجل شكله عامل ازاي، ده حمل موزع قيمته 50، يبقى سعادتك محتاج تعلق بارابولا، انت متعود بقى الحمل موزع بارابولا، قيمة البارابولا دبليو ال سكوير على 8، يعني 50 في 5 تربيع على 8، ففي بارابولا هنا كده
القيمة بتاعتها هنا في النص بخمسين اللي هي دبليو حمل الموزع في خمسة تربيع على تمانية، بس القيمة ده اهي بدايتها من الخط الأفقي ده لحد تحت خالص، كل دي كده الخمسين في خمسين تربيع على التمانية كل دي. طب أنا عايز الحتة اللي تحت بس، هطرح منها الحتة اللي فوق يعني هطرح 45 يبقى ناقص 45. بص يا ريس بقى، لو عملت دبليو ال سكوير على التمانية ناقص الرقم بتاع العزم السالب، قدامك احتمالين، يا الناتج من دول، الناتج الرقم الناتج يطلع موجب، فده معناه ان البارابولا خلت العزم يقلب لتحت. يبقى لو ده بيقول سكوير على التمانية ناقص العزم السالب طلع الناتج النهائي موجب، معناه ان الحمل الموزع قلب البارابولا ليه لتحت، هنا كده تبقى تحت، يبقى هترسمها مقلوبة لتحت عادي. طب لو طلع ان الناتج سالب، يعني لو ده بيقول سكوير على التمانية ناقص العزم السالب طلع الناتج في الاخر بالسالب، ساعتها يبقى البارابولا بتاعتك ما تتقلبش، تبقى البارابولا عامله كده مش مقلوب، تفضل كلها فوق الداتا، والقيمه اللي هنا هي القيمه اللي انت طلعتها بالسالب دي. يبقى البارابولا تقلب او ما تقلبش على حسب الاشاره بتاع الناتج من دبليو ال سكوير على التمانية ناقص العزم السالب. لو طلع بالموجب يبقى الاشاره قلبت، يبقى البارابولا قلبت. لو طلع بالسالب يبقى البارابولا ما قلبتش. فاحنا لما جينا نحسبها 50 في 5 تربيع على 8 ناقص 45 طلع موجب 111 وربع، فرسمتها مقلوبه اهي، وبكده رسمت البندنج مومنت دايجرام. ما تحطش اي اشارات، مش عايزين اشارات، بس انت عارف بقى ان لو هصمم سيكشن هنا من السيكشن اللي فات، فالعزم ده جوه الخزان، يبقى ده ووتر سايد سيكشن عليه مومنت، فهصممه عليه مومنت بس. هل عليه اي حاجه تانية؟ هنشوف دلوقتي. يعني ممكن القطاع ده يبقى عليه مومنت وعليه تنشن مثلا او كومبريشن، يبقى هنصممه زي الام وتي او الام وسي اللي هم الام وان، اسف. طب كده انا رسمت البندنج مومنت دايجرام لمساله بسيطه. طب عايز ارسم لها النورمال فورس دايجرام، دي مش شير، انا برسم لاي مساله المومنت والنورمال، الخزانات اصلا ملهاش شير او مش عايز عليها الشير. يبقى انا هعدل لك ده في البي دي اف، هخلي لك الشير فورس دايجرام دي هسميها لك نورمال فورس دايجرام. عايزين نرسم النورمال فورس دايجرام، تعالى بليك كام قاعده كده هنمشي بيهم في جميع الخزانات والمراكستين. اول حاجة الحيطة دي والحيطة دي، الحمل المركز ده مش ده عايز يفتح الحيطة دي لبرة، والحمل ده عايز يفتح الحيطة دي لبرة كده. طب والحيطة بتفتح بتعمل ايه في الارضية؟ الاحمال ده ايه عايزة تشد الارضية، الحمل 45 ده عايز يشد الارضيه كده يشدها لبره، والحمل ده برضه عايز يشد الارضيه. يعني اي قطاع في الارضيه حاسس بالاحمال ده ايه، شد ولا ضغط؟ حاسس بيها شد. فيبقى اول قاعده يا باشمهندس ان الشد على الارضيه بيجي من تركيز الاحمال على الحوائط، ده في الشكل بتاع الخزان ابو ركيزتين، ابو تلات ركائز او اربع ركائز مختلف شويه. فيبقى الارضيه دي عليها مستطيل شد، لان الشد ده من بدايه لنهايه الارضيه، هنا 45 وهنا 45، قيمه المستطيل كشد 45، وعشان هو شد يبقى موجب. فارجع معاك يا باشمهندس
لو سعادتك هتصمم قطاع هنا، فالقطاع ده ووتر سايد سيكشن، لان العزم جوه الميه قيمه العزم 45 ومعاه نورمال هديه 45 بالموجب يعني شد. يبقى القطاع ده عليه مومنت وعليه شد، تاخده بقى زي السيكشن اللي فات تصممه ووتر سايد سيكشن عليه ام وتي بيج اكسنتريستي وسمول اكسنتريستي، وعيش حياتك زي السيكشن اللي فات. ناقصك بس مسألة الخزان انك ازاي تحسب الاحمال على الشريحة، ده اللي ناقصك. حسبت الاحمال، هترسم الشريحة، هترسم العزم وترسم النورمال، وتروح تصمم القطاع ووتر سايد سيكشن، وفي الاخر خالص ترسم تفاصيل التسليح. طب انا كده رسمت النورمال على الارضية، طب النورمال على الحيطة هل في اي قوة نورمال على الحيطة؟ قال لك يا باشمهندس، من مفهوم ان الركايز دي هي الحيطة كديب بيم بس مقلوبة، فده معناه، تعال نشرحها هنا كده، ان لو دي الارضية فالارضية ده ايه في الاخر خالص هي متعلقة في الحيطة مش ماسكة في العمدان، والحيطة دي هي اللي بتنقل احمالها للعمدان بعد كده. يعني اي حمل بيأثر على الارضية وعايز ينزلها لتحت، اللي بيمنع ان الارضية دي تنزل لتحت مين؟ الحوايط دي شدها لفوق. شفت كلمة شدها دي؟ ده معناه ان الحيطة ده ايه عليها شد، ناتج من مين؟ ناتج من الحمل اللي على الارضية. يبقى الشد على الارضية جه من الحوايط، برضو الشد من الحوايط هيجي منين؟ هيجي من الحمل اللي على الارضية. طب الحمل اللي على الارضية حمل موزع 50 ده ايه؟ عايز اركزه، يبقى 50 في 5 يديك كام؟ 50 في 5 250، ده حمل الشد التوتال اللي على الحيطة دي والحيطة دي. يعني الأرضية عايز تنزل نتيجة حمل 250 اللي هو تركيز الحمل الموزع، اللي بيمنع ان الارضية تنزل الحيطة ده ايه والحيطة ده ايه. فالطبيعي ان الحيطة دي تاخد نص الحمل اللي هو كام؟ 250 على 2، فيبقى الحيطة دي عليها شد بمقدار 125. جبتها منين دي يا ريس؟ الحمل الموزع اللي على الارضية في السبان بتاع الارضية قسمته على 2، دبليو في ال على 2، ونفس الكلام على الحيطة دي. طب هل الشد ده من تحت هنا خالص من تحت في الارضية هيبقى بنفس قيمته فوق خالص؟ هل في حاجة بتشد الحيطة كده من فوق بمقدار 125؟ لا، الشد ده موجود تحت بس عند الطرف بتاع الحيطة اللي تحت، وكل ما سعادتك تطلع في الحيطة كل ما الشد ده بيقل نتيجة وزن الحيطة الذاتي الاون ويت. كل ما تطلع شوية كل ما الاون ويت ده عمال يقللك، عمال يقل يقللك، ال 125 دي تقل تقل لحد ما توصل في الاخر خالص ان تقريبا مفيش احمال اصلا بتشد. يبقى الحمل هنا بصفر، ودي على فكره نظريه في الديب بيم، ان لو عندي ديب بيم بيتولد شد مركزي تحت خالص، وكل ما تطلع في ارتفاع الحيطه لفوق بتقل الشد لحد ما يوصل لصفر. فمن الاخر يا باشمهندس،
ان اي حيطه موجوده في خزان ليه ركيزتين، قيمة الشد على الحيطة بتبقى أكبر حاجة عند الأرضية تحت خالص، وقيمة الشد ده بيفقل على الاتنين، وبيبقى فوق خالص قيمة الشد بصفر. فتعال اكتب الملحوظة دي، الشد على الحيطة بتاعت الخزان عبارة عن مثلث، والمثلث ده شد يعني اشارته موجبه، واقصى قيمه ليه عند الارضيه وقيمته كام؟ الرياكشن بتاع الارضيه اللي هو 250 على الاثنين، ده بيفقل على الاثنين. فيبقى هنا في مثلث شد قيمته هنا قيمتها ده بيفقل على الاثنين، يعني 50 في 5 على الاثنين ب 125، وفي الاخر خالص بصفر مثلث موجب دايما، دايما مثلث، والناحيه التانيه شبهها. ده كده يا باشمهندس رسمنا المومنت والنورمال لخزان بسيط زي ده بركستين بس. طب عندي ملحوظه يا باشمهندس، فرضا الخزان ده كان ريستد اون سويل يعني مرتكز على الارض على طول، ملوش ركائز زي دي. بقى لو خزان مرتكز على الارض يبقى شكله عامل كده، ده بنسميه خزان ريستد اون سويل، اللي هبقى هشره ده هشير الارض. لو الخزان بتاعك ريستد اون سويل، هل احمال الارضيه هتتنقل للحائط؟ لا. ليه؟ لان الارضيه مرتكزه بالكامل على الارض على السويل، فاي حمل على الارضيه هيتنقل للسويل على طول. وده معناه يا باشمهندس ان مفيش شد هيتولد على الحيطه اصلا، لان الحوائط ما عادتش شغاله دي بيم، لان الحمل بتاع الارضيه هيتنقل للسويل زي الرفت زي اللبشه. فدي ملحوظه يا باشمهندس، في حاله الخزانات المرتكزه على التربه بيبقى الشد على الحوائط بصفر، لان الاحمال اللي على الارضيه هتروح على طول لمين؟ للسويل، ملهاش علاقه بالحيطه اصلا، الحيطه مش شايله حاجه. يبقى في على الحيطه شد لو الخزان بتاعي elevated يعني متشال على العمدان، والعمدان دي مخليها خزان مرفوع لفوق. انما لو الخزان rested on soil فيبقى الشد على الحيطه بصفار. طب تعال ناخد مثال تاني اصعب شويه ونرسم له برضو المومنت والشير، ركز كده معايا. عندي مساله مالكش دعوه الاحمال دي جت منين، انا عايز ارسم مومنت ونورمال برضه. الشير دي غلط، نورمال. والحمل ده على الارضيه 60، والحمل على الحيطه مثلث، وقمه المثلث 40، طول الارضيه 5 متر وطول الحيطه او ارتفاع الحيطه 4 متر. بس ده خزان لاربع ركايز مش ركيزتين زي ده. هو ايه الفرق يا باشمهندس؟ الركايز اللي تحت ما زالت هي الحوايط كديب بي مقلوبه، ديب بي مقلوبه. امال الركايز اللي فوق دي بتاعت ايه؟ لو سعادتك سمعت الفيديو اللي فات هتعرف ان الركايز اللي فوق ده ايه، بتبقى انديكيشن للطاي اللي موجود فوق. وفهمتك المره اللي فاتت الطاي ده بيتعمل ليه، وعشان كده بنعبر عنه بركايز. فده خزان فيه طاي من فوق، مالكش دعوه الاستاتيكال سيستم ده جه منين، ومالكش دعوه الاحمال دي جت منين. انا عندي مساله استراكشر النهارده مهمتي ارسم لك او اعلمك ازاي ترسم المومنت والنورمال على ده باشكال مختلفه من الاحمال.
مبدئيا لو عندي خزان باربع ركايز زي ده فبنسميه ستيبل استاتيكالي انديترمنت، يعني غير محدد استاتيكي، وطالما هو غير محدد استاتيكي فما ينفعش ارسم له العزم بالطريقه البسيطه دي. امال برسم العزم ازاي؟ باي طريقه انت خدتها في استراكشر لرسم العزوم على المنشآت الغير محددة استاتيكيا. بس احنا بصراحة في الخزانات هنستخدم طريقة الثري مومنت ايكويشن. افكرك بقى ازاي كنا بنحسب العزوم في طريقة الثري مومنت ايكويشن، وانا بفكرك هتلاقيني بعمل الخطوات وبحل. اول خطوة بسمي كل ركيزة من دول باسم، فدي ايه؟ دي بي سي دي، كل ركيزة باسم حرف، وبص على الشكل بتاعي انهي ركايز من دول العزم فيها معروف اصلا. انا عندي الركيزة ايه والركيزة دي ركايز طرفية على الطرف متصلة بجوينت واحدة او ممبر واحد، فهي كده ركايز طرفية، فيبقى العزم عندهم بكام دول؟ بصفار، فيبقى الام اي والام دي بصفر. شكرا، لغيت اتنين سبورت مش عايز عندهم المومنت. طب بالنسبة للركيزة بي والركيزة سي، ده الركيزة بي والركيزة سي عندهم مومنتات لانها ركايز وسطية، فانا محتاج احسب المومنت عند بي والمومنت عند سي. من استراكشر يا باشمهندس، لو رسمت لك محور تماسه الراسي، مش المحور الراسي ده اللي في النص ده، قسم الشكل لنصين لو طبقتهم على بعض ينطبقوا على بعض، يعني ده محور ايه؟ محور تماثل، يعني الشكل ده متماثل. اللي عايز تقوله ايه؟ ان احنا في استراكشر من التماثل ده كنا بنستفاد ان المومنت شمال بيتماثل مع المومنت يمين. المومنتات بوجود محور التماثل المومنتات متماثله، والشير كان بيبقى متماثل عكسي، ملناش دعوه بالشير. فيبقى يا باشمهندس من محور التماثل ده انا هستفيد ان الام بي هي هيها الام سي، والاتنين كانوا مجاهيل فخلتهم مجهول واحد بس. يبقى الام بي بتساوي ام سي من التماثل بتاع الشكل، يعني سعادتك من الاربع ركايز دول انت محتاج تجيب قيمة مومنت ام بي او ام سي والاتنين متساويين. فانا هطبق الثري مومنت ايكويشن يا عندي بي يا عندي سي مرة واحدة، طالما عندك مجهول واحد بطبق الثري مومنت ايكويشن مرة واحدة، لو عندي اكتر من مجهول بطبق الثري مومنت ايكويشن بعدد المجاهيل. يعني لو عندي مجهولين هطبق الثري مومنت ايكويشن مرتين واجيب معادلتين في مجهولين واحلهم. فانا هطبق الثري مومنت ايكويشن عندي بي. قبل ما اكتبها لك بالانيميشن افكرك بيها بقى، بص كده، انا هطبق الثري مومنت ايكويشن هنا عند بي دي، فكان المعادله بتقول لك ايه؟ اقف عند النقطه اللي هتطبق عندها الثري مومنت وطبق القاعده اللي هقولها لك دلوقتي. المومنت قبل النقطه، المومنت اللي قبل النقطه على طول اللي هو ام ايه، ام ايه، المومنت قبل في المسافة قبل. يعني ايه؟ انا واقف هنا يبقى المومنت قبل بي اللي هو المومنت عند ايه، يعني في المسافة اللي قبل بي اللي هي المسافة بين ايه وبي اللي هي 4 متر، يبقى ام ايه في 4 متر زائد
اتنين ده في القانون. المومنت عند النقطة اللي انت عايزها في مجموع المسافة قبل زائد بعد اللي قبل زائد اللي بعد. ايه الكلام ده؟ انا واقف عند بي، يبقى اتنين في المومنت عند بي في المسافة قبل بي اللي هي 4 متر زائد المسافة بعد بي اللي هي 5 متر. الكلام ده زائد المومنت بعد بي او بعد النقطة اللي انت واقف عندها في المسافة بعد. فانت واقف عند النقطة بي، المومنت بعدها اسمه ام سي اللي هو ام بي، في المسافة بعدها اللي هو كام؟ 5 متر. فلو انا واقف عند نقطة يبقى المومنت قبل في المسافة قبل زائد اتنين المومنت عند النقطة في المسافة قبل زائد المسافة بعد زائد المومنت بعد النقطة في المسافة بعد. الكلام ده بيساوي سالب ستة دي في القانون مضروبة في سميشن ار إلاستيك، رد الفعل المرن، وده ليه حالات حفظ هنقولها دلوقتي. فالمعادلة اللي كتبتها دي الثري مومنت ايكويشن. سعادتك بقى تحفظها زي اسمك، المفروض عارفها اصلا. طب تعال نطبق الكلام ده عند بي. خد ده بقى سكرين، صور دي وتعال نطبق المعادلة اهي عند النقطة بي. بص كده، انا واقف عند بي، المومنت قبل اسمه ام اي في 4 متر، يبقى ام اي في 4 متر زائد 2 المومنت عند بي، يبقى 2 في ام بي في المسافة قبل زائد المسافة بعد اللي هي 4 زائد 5 اهو، زائد المومنت بعد بي اللي هو ام سي في المسافة بعد اللي هي 5 متر، يبقى 5 في ام سي. الكلام ده بيساوي -6 في سميشن ار الاستيك. وقلت لك ان الار الاستيك مجموع رد الفعل المرن عند النقطة، عند النقطة اللي بحثوا عندها، في عند النقطة دي حاجة اسمها ردود أفعال مرنة، مجموعهم اسمه سميشن ار إلاستيك. ار إلاستيك وده بيجي من حالات حفظ. حالات حفظ يا باشمهندس يعني تحفظهم زي اسمك اللي جاي ده، مهمين قوي. بص كده، لو انت واقف عند النقطة دي اللي انت بتحسب عندها الثري مومنت ايكويشن، ولقيت ممبر من التو ممبرز دول عليه حمل موزع، ما هي النقطة اهي ماسكة في 2 ممبر، لو لقيت واحد فيهم عليه حمل موزع فانت الار الاستيك بتتحسب من اول حال. لو عندي ممبر من الممبرين عليه حمل موزع اسمه دبليو، والممبر ده كان طوله ال، فالار الاستيك دبليو في ال تكعيب على 24 سواء في البدايه او في النهايه، يعني سواء النقطه دي اللي انت بتسال عندها ستريم انتجويشن كانت في البدايه بتاعت الممبر او في نهايته، فكده كده المومنت بكام او الار الاستيك بكام؟ دبليو ال تكعيب على 24. بروز ده واحفظ. طب لو انت واقف عند النقطة بي وعندك ممبر الحمل اللي عليه مثلث، والمثلث ده من الاول للاخر في حالة مثلث على كامل طول البحر، يعني بالمنظر ده، ادي البحر بتاعك او ادي الاسبان او ادي الممبر طوله ال وعليه مثلث، واقصى ارتفاع للمثلث اسمه دبي. فلو انت عايز تحسب الار الاستيك عند نقطه في اخر المثلث هنا، فبتساوي دبليو في ال تكعيب على 51.5. حفظ يا ابني. انما لو كانت النقطه اللي انت بتحسب عندها الثري مومنت ايكويشن
موجودة عند المنبر عند النقطة اللي عند رأس المثلث، فيبقى الار إلاستيك بتاعتك دبليو ال تكعيب على 45. يعني في المثال بتاعنا النقطة بي ماسكة في المنبر بي اي اللي الحمل عليه مثلث، والنقطة بي موجودة عند النقطة اللي عند قمة المثلث ده، فيبقى الار إلاستيك الناتج من المنبر ده هو عند النقطة بي دبليو ال تكعيب على 45، لانها موجودة عند النقطة اللي عند راس المثلث. اخر حالة، لو انا واقف عند النقطة دي او اي نقطة بعد كده ولقيت ان في منبر من المنبرين اللي ماسكين فيها عليه حمل مثلث، بس الحمل المثلث ده مش بكامل ارتفاع الباكية، على ربع ارتفاع الباكية بس. يعني لو ده المنبر، فالمثلث بتاعي مرسوم على ربع الباكية. هو ازاي يجي لي حمل كده؟ ما المثلث ده والحمل الوزن ده احمال جايه في الخزان. هو ممكن الخزان يبقى عليه حمل مثلث صغير؟ اه يا باشمهندس، هتاخد الكلام ده قدام. والحمل المثلث الصغير ده هيبقى على ربع الارتفاع، مرسوم على ربع ارتفاع المنبر. فقالك لو عندك المنظر ده وعايز تحسب الار إلاستيك عند نقطة في اخر المنبر خالص من الناحية اللي ما فيهاش المثلث اصلا، فبتتحسب دبليو في ال تكعيب على 587. لو عايز تحسب الار إلاستيك عند نقطة في المنبر والنقطة دي عند قمة المثلث، يبقى دبليو ال تكعيب على 350.5. القيم دي حفظ يا شباب، القيم ده ايه سعادتك هتحفظها زي اسم. ليه؟ لان بعد كده انا مش هقف عند الار الاستيك تاني، انا هقول لك ارجع جيبها من القانون الحفظ، وانا شرحتها لك واحده واحده خالص. طب تعالى نطبق الكلام ده عند المساله بتاعتنا. فادي الحالات بتاعتك اهي، واحنا كنا وقفنا في السلايد اللي فاتت لحد هنا. تعال نكمل بقى. الام ايه؟ هعوض بقى في المعادله دي. الام ايه اصلا بكام؟ بصفر، ما كاتبها اهو، يبقى صفر في 4 اللي هي بصفر يعني، زائد 2 الام بي في 5 زائد 4 زي ما هي، الام بي مجهوله، زائد ام سي في 5. انا كده المعادله دي فيها مجهولين، ام بي وام سي. ما انا قايل لك ان ام بي وام سي متماثلين متساويين، يبقى الام سي ممكن اشيلها واكتبها ام بي في 5. الكلام ده بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. هتجمع ده 5 و4 9 في 2 ب 18 و5 23، يبقى 23 ام بي. 23 ام بي بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. السؤال يا باشمهندس، الار الاستيك هنا بكام؟ صمش الار الاستيك بكام. بص بعمل ايه بقى، انا حافظ دول، تبقى حافظهم في الامتحان. هتيجي عند النقطة اللي انت طبقت عندها الثري مومنت ايكويشن اللي هي بي، وتقف عندها كده تشوف النقطة دي ماسكة في كام منبر. تعال نفصلها بره. ادي النقطة بيها ايه؟ ماسكة في منبر راسي عليه مثلث، وماسكة في منبر افقي عليه حمل موزع، صح؟ ما دي النقطة بيها ايه؟ ماسكة في المنبر ده وفي المنبر ده. مبدئيا المنبر اللي عليه حمل موزع ده الار الاستيك بتاعته بكام؟ في اي نقطة فيه؟ هو ده بيقل تكعيب على 24. طب المنبر اللي عليه حمل مثلث ده انا عايز اجيب له الار الاستيك عند نقطة موجودة عند قمة المثلث، والمثلث ده بكامل ارتفاع البحر، فبكامل الار الاستيك؟ اهي قمة المثلث
اكبر قيمة في المثلث اللي هي دبليو في الليزبان اللي هو ارتفاع الحيطة تكعيب على 45. فيبقى الار الاستيك هنا بتساوي الحمل الموزع في ال تكعيب على 24، ودول بتوع الحمل الموزع، زائد جبت الار الاستيك من الحمل الموزع ده من المنبر ده، هجمع عليه الار الاستيك من فوق دبليو في ال تكعيب على 45، ودول بتوع الحمل المثلث. بحيث ان الدبليو دي هو الحمل الموزع ده، والال ده ايه هو الطول بتاع المنبر الافقي اللي عليه حمل موزع. امال الدبليو دي والال دي، الدبليو ده ايه اكبر قمه للمثلث بتاع بتاع الحمل المثلث، والال ارتفاع الحيطه اللي عليها الحمل المثلث. حبيت بس افصلها لك مره عشان تفهم. طب تعالى يا باشمهندس نعمل الكلام ده بالانيميشن. فانا الار الاستيك بصيت لقيت عندي حمل موزع، فانا هاخد القيمه دي، ولقيت عندي منبر فيه حمل مثلث وانا عايز النقطه عند قمه المثلث، فهاخد القيمه دي، فهجمع ده زائد ده بالارقام بقى، فيبقى 23 ام بي بيساوي اول قيمه 60 في 5 تكعيب على 24، القيمة التانية 40 في 4 تكعيب على 45. واوعى تنسى تضرب ده في سالب 6 اللي هي في القانون اصلا. تختصر ده يطلع معاك ان 23 ام بي بالرقم ده، تقسم ده على ده يطلع معاك ان الام بي بسالب 96 و36 من 100، يعني المومنت عند النقطة بي بالقيمة دي. طب يا باشمهندس ايه الاشاره السالبه دي؟ قال لك ملحوظه بقى، لو طلع معاك المومنت عند بي بالسالب، او المومنت عند اي نقطه من الستريم مومنت ايكويشن بالسالب، ده معناه ان العزم ده هيترسم داخل الخزان. خلاص، يبقى العزم السالب ده هيترسم جوه الخزان. لو كان طلع بالموجب يبقى العزم هيترسم بره الخزان. ملحوظه تانية، لو الحمل المثلث ده جاي من بره لجوه، يعني جاي بالعكس، هو ممكن يحصل هتشوف في مسائل ان ساعات الحمل بيجي من بره لجوه كده، او الحمل ده الموزع جاي من تحت لفوق لو هو ريستد اون سويل، يعني ساعتها اشارات الار الاستيك ده ايه تبقى بالسالب. يعني مثلا لو الحمل المثلث ده كان جاي من بره لجوه، كنت اعوض هنا بسالب 40 في 4 تكعيب على 45، ولو ده جاي من تحت لفوق بعوض عن الحمل بتاعه بالسالب. فيبقى في حاله ان الحمل جاي من بره لجوه مش من جوه لبره زي ده كده، يبقى بعكس اشاره الار الاستيك، بعوض عن الحمل بالسالب. ركز في الكلام ده كويس. طيب تعال نرسم المومنت بقى. انا خلاص حليت المشكله بتاعتي، وطلع معايا ان المومنت عند بي بسالب 96 36 من 100، يعني هيترسم جوه الخزان. فهيترسم كده عند النقطه بي عزم قيمته 96 36 من 100، والمفروض ان اوصل، والعزم عند ايه بصفر، المفروض ان اوصل ما بين ايه وبي، ما بين العزم هنا وهنا، ببارابولا، لان الحمل ده مثلث. بص بقى ركز معايا، في المسألة اللي فاتت احنا رسمنا البارابولا كده صح، كلها جوه الخزان عشان كان فوق فري مفيش ركيزة. قال لك لا، المرة دي عندك ركيزة، ففي احتمال يبقى في حمل جاي كده في الركيزة رياكشن، فالرياكشن ده او العكس، الرياكشن ده كده اسف، فالرياكشن ده يا باشمهندس اللي هو من اليمين للشمال ده ممكن يخلي المومنت يقلب لورا، لان ديل السهم بتاعه فين؟ لبره كده. فممكن محصله المومنت عند اي سيكشن نتيجه وجود رياكشن تقلب لبره،
اللي عايز اقوله ايه من الاخر يا ابني؟ لو عندي ركيزه فوق فالعزم على الحيطه غالبا هيقلب لبره. طب هيقلب بقيمه كام؟ المفروض احسب بقى المثلث ده بينزلني برابولا قيمتها كام، وده مش عليك. فانت كل اللي هتعمله هترسم البارابولا بس وتوضح له ان هي قلبت لبره. طب القيمه دي بكام؟ مش عايزها يا عم، لان المفروض تجيب بقى المثلث، الحمل المثلث ده بيعمل بارابولا قيمتها قد ايه، وده مش عليك، مش عايزين. واللي عملته هنا هعمله الناحيه التانيه بالتماثل. طب المومنت عند بي بسالب 96، هل هو افقي بس؟ لا، وراسي كمان بالاتزان. والمفروض ان المومنت هنا والمومنت هنا اعلق ما بينهم بارابولا، لان في حمل موزع مش جديد عليك. ده بقى قيمه البارابولا بكام؟ 60 في 5 تربيع على 8 ناقص 96، 36 من 100. طلع الرقم بموجب 91، موجب يعني البارابولا قلبت. طب لو كان طالع بالسالب يبقى البارابولا مش هتقلب، والقيمة بتاعتها القصوى بالرقم السالب. كده رسمت المومنت. طب لو عايز ارسم النورمال، قالك بص تعالى نخلص من السهل الاول اللي هي الحوايط، ما فيهاش جديد. قلت لك دايما الحيطة عليها شد مثلث، والشد ده ناتج من الأحمال اللي على الأرضية. فقيمة الشد بكام؟ 60 في 5 على 2، أكبر قيمة 60 في 5 على 2 يديك 150، وتوصل لفوق وموجب. ونفس الكلام اليمة التانية. فال 150 دي جت منين؟ 60 في 5 ركزت الحمل، والحيطة دي تاخد النص، والحيطة دي تاخد النص، 60 في 5 على 2. ناقصك بقى يا باشمهندس الشد على الأرضية. المرة اللي فاتت الموضوع كان بسيط وما كانش عندي ركيزة فوق، المرة اللي فاتت، فركزت الحمل هنا وقلت إن الحمل ده بالكامل هيشد الأرضية. للأسف بقى نتيجة وجود ركيزة فوق فالحمل ده بالكامل مش هيروح للأرضية ولا حاجة، ده جزء منه هيروح للأرضية وجزء منه هيروح للركيزه اللي فوق اللي هي الطاي. انا عايز بقى اجيب الجزء اللي راح للارضيه قد ايه والجزء اللي راح للطاي قد ايه، فعايز ارسم الشد على الارضيه. فقال لك لو الشكل بتاعك غير محدد استاتيكي، سعادتك بكل بساطه لابد من فصل الحيطه لوحدها ونحلها ونجيب الشد على الارضيه. بروز ده لو المنشأ غير محدد استاتيكيا، انا بفصل الحيطة وبحلها واجيب الشد على الارضية. بتفصل الحيطة منين؟ من راس المسألة. يعني همسك الحيطة دي كده وافصلها، هفصلها لك هنا اهو، فعمل لها انديكيشن فيكسد هنجد وطولها 4 متر وعليها حمل مثلث قيمته 40 اهو. القيمه بتاعت المثلث ده 40، وانا عارف لانها 40 اهي. نتيجه ان سعادتك مسكت الارضيه وخلعتها من مكانها، فصلتها كده، مسكتها كسرتها وشلتها بره، الكسره اللي انت عملتها او الفصل اللي انت عملته ده بيبان معاه الانترنال ستريننج اكشن. يعني الحيطه دي انا فصلتها من هنا، خدت منها الطول والاحمال، برجع ابص عليها هنا في المومنت بقى، اما افصل الحيطه دي كده واخدها لوحدها مش هيبان عليها المومنت في الاخر خالص، بيشد لجوه ويضغط لبره وقيمته 96 36 اهو. ده المومنت عند بي.
دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز احسب رد الفعل هنا ورد الفعل هنا، الناتج من تركيز الحمل المثلث ده اللي هو نص في 40 في 4 ب 80، ومن العزم اللي ظهر اما قطعت الحيطه. خلي بالك العزم حطوه ازاي، بيشد لجوه ويضغط لبره باعتبار ان انا قطعت الحيطه اللي على الشمال دي. تعالى اول حاجه ال80 دي، ال80 دي يا باشمهندس بتبعد من تحت تلت الاربعة يعني 4 على 3، وبتبعد من فوق مسافة تلتين الاربعة، المسافة دي كلها 4 متر، فهي بتبعد من فوق تلتين الاربعة يعني 8 على 3، او من الاخر الحمل ده بيأثر في التلت والتلتين. انا عايز اجيب بقى ردود الافعال، فاي حمل بيأثر في التلت والتلتين انت في سنة تالتة، سنة رابعة. طب سنة رابعة يا ابني، يعني المفروض عارف ان الحمل اللي بيأثر في التلت والتلتين بيدي رياكشنات برضو تلت الحمل وتلتين الحمل. لو انت مش عارف ده، خد العزم هنا بصفر، جيب رد الفعل اللي هنا، فهتضرب 80 في 8 على 3 اللي هي مثلا من هنا لحد فوق اللي لسه كنت كاتبها، بتساوي رد الفعل اللي هنا مضروب في 4. جيب رد الفعل اللي هنا. بس انا بقى عارف انا شاطر بقى في رابعه دلوقتي، فعارف ان ال80 ده ايه، بتدي فوق التلت وتحت التلتين، الحته اللي هي قريبه منها تاخد الحمل الكبير تلتين الحمل، الركيزه البعيده عنها تاخد التلت، يبقى ده تلت في 80 وتحت تلتين في 80، والاشارات دي بتاثر من جوه لبره، يبقى دي بتاثر من بره لجوه كده عكسها، ردود افعال رياكشنز. كده خلصت من الحبل ال80، ناقص لي مين؟ العزم. بص يا ابني العزم هعمله ازاي؟ العزم ده بيتحول لردين فعل عكس بعض في الاشاره زي بعض في القيمه، يبقى قيم متساويين كاشاره مختلفين، فانا هجيب اشارة واحد واعكس التاني. هعملها ازاي بقى؟ همسك العزم ده كده، بص اتعلم مني، همسكه في ايدي او اكني ماسكه بايدي، وافضل ادوره لحد ما الراس بتاعته تخبط في مين؟ في ركيزة. هاجي عند الركيزة دي واخلي رد الفعل الناتج من العزم يبقى السهم بيبص للركيزة. مسكت العزم اهو، دورته بره كده اهو، دورته كده اهو لحد ما السهم بتاعه خبط في الركيزه، رسمت هنا بشكل كبير شويه، فالسهم بتاعه خبط في الركيزه دي، يبقى رد الفعل هنا بيبص على الركيزه. طب قيمته كام؟ المومنت مقسومه على اللزبان بتاع المنبر او طول المنبر اللي هو 4 متر، يبقى على ال رد الفعل ده في واحد زيه تحت بعكس الإشارة، يعني بيبص كده بس بنفس القيمة. لعبة يا ابني، اخد المومنت ارسمه كبير على المنبر واحط السهم زي ما هو، هنا السهم كان بيبص لفوق يبقى السهم هنا لفوق، السهم ده بيأثر في الركيزة دي، يبقى رد الفعل هنا بيبص على الركيزة عكس السهم، عكس ده، ده من الشمال لليمين يبقى ده من اليمين للشمال. القيمة المومنت على ال، الناحية التانية عكسه في الإشارة نفسه في القيمة. فيبقى الكلام ده عامل كده يا باشمهندس، المومنت على ال يعني 96 36 على 4 يديك 24.9 من 100، هنا عكسها بس بنفس القيمة. كده خلصت ردود الافعال الناتجه من العزم، كده حسبت لك رد الفعل الناتج من الحمل المركز ده والناتج من العزم. هل في اي احمال تانية هتدي رد فعل؟ لا. فيبقى تجمع ده زائد ده وتجمع ده زائد ده، هجمع ده زائد ده هيديني رد فعل هنا اسمه اكس بي، اكس رد فعل بي عشان النقطه بي، ده زائد ده نفس الاشاره اهو،
هجمع ده زائد ده بإشارته يبقى 26. 67 ناقص، لأن ده بيبص كده وده عكسه، ناقص ده يبقى ناقص 24 وتسعة من مية. مين اللي هيكسب؟ 26 تكسب لأنها أكبر، يبقى المحصلة هتبص ناحيتها وقيمتها ده ناقص ده يعني 2.58 من مية. بص بقى يا ريس، رد الفعل اللي فوق ده اهو هيروح تنشن على الطاي وتصمم بيه الطاي، لان الطاي مكانه هنا. رد الفعل اللي تحت ده دايما هيروح تنشن على الأرضية وقيمته 77.42 من مية موجبة. رد الفعل اللي فوق هيروح تنشن على الطاي وتصمم بيه الطاي بقى. رد الفعل اللي تحت هيروح تنشن على الأرض، بيشد الأرضية بنفس القيمة دي. أنا عشان أرسم التنشن على الأرضية في خزان غير محدد استاتيكي بفصل الحيطة وبجيب رد الفعل فوق يروح للطاي، رد الفعل تحت يروح للأرضية. تعال ناخد المثال الثالث من السابق، خلاص بقى ده بتاع الار إلاستيك انا حطه جنبك لاخر مرة، المرة الجاية مش هحطه، المسألة الجاية مش هحطه جنبك تاني. وعندي مثال زي ده النهاردة، مالكش دعوة بالاحمال دي جات منين، احنا النهاردة يا ابني بنرسم مومنت وبنرسم نورمال. عندي حمل مثلث قيمته 40 وحمل مثلث صغير قيمته 80 وحمل موزع قيمته 50، وعايز دلوقتي حالا ارسم المومنت وارسم النورمال. فانا سميت الركايز A B C D لان غير محدد استاتيكي. والحل بتاعي مبدئيا M A و M D بصفار لانها ركايز طرفية زي اللي فات. بالتماثل M B بيساوي M C. فانا عندي كل المجاهيل هي مومنت واحد بس، فهطبق الثري مومنت ايكويشن قد B بسرعة بقى، انت عارف الكلام ده. هقول له M A في 4 زائد 2 الام بي في 5 زائد 4 زائد المومنت عند سي اللي هو المومنت عند بي برضو مضروب في 5. الكلام ده بيساوي سالب 6 في سميشن الار الاستيك. تعال نعوض حاجه حاجه بقى. المومنت عند ايه بصفر، المومنت عند سي اسمه ام بي، فهتجمع الكلام ده دي كده بالصفر خلاص. 5 و 4 9، 9 في 2 ب 18 زائد 5 ب 23. مشكلتي في الار الاستيك، فيبقى 23 ام بي بيساوي. تعالى في الار الاستيك بقى، هقف عند النقطه اللي اسمها بي، لا بطبق عندها. عندها كم منبر دي؟ منبرين. المنبر الاولاني عليه مثلث من الاول للاخر وعليه كمان مثلث على ربع الارتفاع. المثلث ده على فكره بيأثر على الحيطه دي، بس مش هعرف ارسمهم الاثنين على بعض، فرسمت ده لوحده وده لوحده. فيبقى المنبر الاولاني عليه حبلين الصراحه، حمل مثلث من الاول للاخر وحمل مثلث على ربع الارتفاع، عشان دي 1 متر وده 4 متر فده على ربع الارتفاع فعلا. المنبر الثاني عليه حمل موزع، فيبقى الار الاستيك هنا هتنتج من مجموع ثلاث حاجات. رقم واحد، الحمل الموزع هيديك دبليو ال تكعيب على 24. المنبر الراسي الحمل المثلث اللي من الاول للاخر، انا عايز قيمه الار الاستيك عند قمه المثلث، فيبقى دبليو ال تكعيب على 45. المنبر الراسي عليه حمل مثلث على ربع الارتفاع، انا عايز قيمة الار الاستيك عند قمة المثلث برضو، فيبقى دبليو في ال تكعيب على 350.5. فيبقى الار الاستيك هنا مجموعة التلاتة دول
يبقى سالب 6 مضروبة في سميشن الار إلاستيك. معلش اضرب ده في سالب 6 ده كده في سالب 6 اعملها بس في سالب 6 هعدي لك في البي دي اف. هيطلع معاك في الاخر ان الام بي بالرقم ده, والرقم ده صح على فكرة لما ضربت 6 هو طالع صح. طيب ام بي بالسالب يعني مرسومة فين؟ جوه الخزان. فلو عايز ترسم المومنت يا ابني فالمومنت عند بي بسالب 119 من 100 وهيعلق بارابولا هتقلب عادي لان في ركيزه فوق زي ما اتفقنا والناحيه الثانيه شبهها, وبالاتزان هيبقى ده لفوق وده لفوق, وهعلق بارابولا ناتجه من الحمل الموزع. ف 50 في 5 سكوير على 8 ناقص 117 من 100 هيديك موجب 87 33 من 100 بالموجب فقلبت, ويبقى ده البندنج مومنت دايجرام. عايز ترسم النورمال, النورمال فورس, خلص الاول الحيطه فخلاص بقى الحيطه عليها مثلث, قيمه المثلث 50 في 5 على 2, ف 50 في 5 250 على 2 يديك 125 وتوصل بالمثلث كده موجب, والناحيه الثانيه شبه. طب عايز ارسم على الارضيه النورمال ده غير محدد استاتيكي, فبنعمل ايه؟ بنفصل الحيطه, بفصل الحيطه مرتين او بحط عليها حاجتين, بفصل الحيطه واحط عليها الاحمال واحط عليها العزم, فالحيطه اما هتنفصل فيكسد فري وطولها 4 متر اهو. الحيطه دي بقى عليها ايه؟ حمل مثلث من الاول للاخر, اقصى قيمه ليه 40, وحمل مثلث على ربع الارتفاع اقصى قيمه ليه 80. واما قطعت الحيطه دي من هنا في عزم قيمته 117 من 100. عايز بقى اجيب رد الفعل الناتج من الكلام ده كله عشان هو اللي هيعمل تنشن هنا, شد هنا. تعال نمسك حاجه حاجه. اول حاجه الحمل المثلث ده هركزه فيبقى 40 في 4 في نص فيطلع معاك ب 80. ال 80 ده ايه؟ تلتها هيروح فوق وتلتين هيروح تحت, 80 في تلت فوق بعكس الاشاره ده بيأثر كده ده عكسه, و80 في تلتين تحت. الحمل التاني بتاع المثلث ده نص في 80 في 1 متر ارتفاع 1 متر فيديك 40 كحمل مركز. طب التركيز ده على بعد كام؟ دي كلها متر فيبقى ده على بعد تلت المتر اللي هو تلت متر, والحته اللي فوق دي تلتين متر, اتنين على التلاتة من المتر. عايز بقى احسب الحمل ده هيدي رياكشن قد ايه فوق ورياكشن قد ايه تحت. دي ممكن تحسبها بالعزوم بقى, تضرب 40 في تلت, انا عايز اجيب الرياكشن فوق فاقول له الرياكشن اللي فوق ده نتيجه الحمل ده الرياكشن في 4 باخد العزم هنا بيساوي 40 في تلت متر. او احفظ لك قيم برضه, دايما المثلث ده هيجي على ربع الارتفاع, دايما المثلث هيجي على ربع الارتفاع دايما. فالقيمة اللي فوق, القيمة اللي فوق هحسبها بالعزوم فهتطلع معاك 40 في 1 على 12, دايما هتطلع بقيمه فعل على 12 لان ده في تلت ارتفاع المثلث دايما, والمثلث ده دايما الربع ده
فلو حسبتها بأي قانون هيطلع في الآخر 40 في 1 على 12، سواء خدت العزم أو سواء أنت حافظ القيمة على طول. وهنا 40 في 11 على 12 أو قيمة الحمل المركز في 11 على 12، يا تجيبها بالعزم يا تجيبها بالقوانين دي على طول، أيا كان الأبعاد إيه. دايما الرياكشن بيساوي الناتج من الحمل المثلث بتاع المثلث اللي مش على كامل الارتفاع، بيبقى بيساوي التركيز في 1 على 12 ده في الركيزة البعيدة، وفي 11 على 12 في الركيزة القريبة. كده خلصت تأثير الحمل المركز ده. ناقصك العزم، اتفق العزم نعمل ايه؟ بمسك العزم وارسمه كده اهو، يبقى هيدي هنا حمل بيبص العكس من اليمين للشمال، قيمته المومنت على ال 117 على 4 يديك 25.4 من 100، وعكسه هنا. وبكده خلصت تأثير العزم. هجمع ده زائد ده بيساوي الاكس عند ايه، هتلاقي ان مجموع دول هو اللي كسب. ده زائد ده ناقص ده هيطلع الرقم بالموجب، فياخد اشارة الموجب اللي هو الاشارة دي. ده زائد ده زائد ده كلهم مجموعين هيطلع معاك ده ب 115.4 من 100. القيمة ده ايه هتروح تنشل للطاي، تصم بيها الطاي، انما القيمة اللي تحت هتروح تنشل للأرضية. ويبقى كده رسمت النورمال ورسمت المومنت. خد قطع بقى وصم. كده خلصنا المثال ده. تعال نشوف المثال اللي بعده. ساعات بيجي لك خزان بوكس سيكشن. خزان بوكس. والاحمال دي هنزدع بيها دلوقتي. الخزان ده عبارة عن خزان متغطي من فوق بخرسان. ده كده غير محدد استراتيجي. هنسمي النقط جوينتات A B C D. المرة دي بقى المومنت عند A وعند D مش بصفر لانها مش ركايز. ده بوكس سيكشن مقفول. من التماثل الراسي الام اي بتساوي ام دي والام بي بيساوي ام سي، ده من التماثل. من محور التماثل ده المومنت عند اي بيساوي دي والمومنت عند بي بيساوي سي. فيبقى عندي المجاهيل مين؟ المومنت عند اي والمومنت عند بي. كده كده المومنت عند سي بيساوي المومنت عند بي، والمومنت عند دي بيساوي المومنت عند ايه. فانا عندي كده مجهولين، المومنت عند ايه مش عارف بكام والمومنت عند بي مش عارف بكام. فهطبق الثري مومنت ايكويشن كام مره؟ مرتين، مره عند بي ومره عند ايه. تعال نطبقها عند بي. اعوض كده معاك الاول بالبق وبعد كده نكتب. هيبقى ام اف 6 زائد 2 ام بي في 6 زائد 3 زائد ام بي برضو اللي هي ام سي مضروبه في 3 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. ار الاستيك بكام؟ 40 في 3 كعيب على 24 زائد انا عندي بي 60 في 6 تكعيب على 45 اهو يا ريس. طبقت 3 متوكشن عند بي، كتبت المعادله والار الاستيك، وقفت عند بي لقيت 2 منبر، منبر عليه حمل موزع يبقى ده الار الاستيك بتاعته، المنبر التاني عليه حمل مثلث وانا عايز الار الاستيك عند نقطه عند قمه المثلث اهو. تختصر ده هيطلع معاك ان 6 الام اي زائد 21 الام بي بسالب 1998، ودي المعادله رقم 1. طب عايز معادله تانية، هطبق السيريم مومنت ايكويشن فين؟ عند النقطه ايه.
طبقها عند ايه كده؟ نقولها برضو بالبوق الاول. ام ايه، ما ام دي هي ام ايه، مضروبه في 3 زائد 2 المومنت عند ايه في 3 زائد 6 زائد ام بي مضروب في 6 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. طب الار الاستيك بكام؟ انا عند النقطه ايه المره دي؟ بطبق عند النقطه ايه؟ فعند النقطه ايه في منبر عليه حمل موزع، يبقى 20 في 3 تكعيب على 24. عند النقطه ايه في منبر عليه حمل مثلث، بس انا عايز الار الاستيك عند الزيرو بتاع المثلث مش القمه المره دي، عند الطرف اللي عنده زيرو المثلث. لو رجعت للسلايد اللي فاتت هتلاقي ان الار الاستيك على منبر عليه مثلث بكامل الارتفاع وعايز اجيبه عند النقطه اللي عندها زيرو المثلث كانت بالدبليو في ال تكعيب على 51.5. فلو عوضت عند ايه هيطلع المعادله دي، ام دي في 3 زائد 2 المومنت عند ايه في 3 زائد 6 زائد الام بي في 6 بيساوي سالب 6 مضروب في 20، افتح قوس 20 في 3 تكعيب على 24 بس بالسالب. ليه بالسالب؟ لان الحمل هنا بيأثر من بره لجوه، طول ما الاحمال بتأثر من جوه الخزان لبره بعوض بالموجب. وكنا قلنا الملحوظه دي، المنبر ده الحمل الموزع ده اهو بيأثر من بره الخزان لجوه، فيبقى اشارته هنا سالبه يا باشمهندس. خد بالك سالب 20 في 3 تكعيب على 24 زائد انا عايز الار الاستيك هنا نتيجه منبر عليه حمل مثلث وعايزها عند الزيرو بتاعه بكام؟ قيمه الحمل المثلث في الاسبان تكعيب على 51.5. خد بالك من السالب دي بعد اذنك، عشان الحمل هنا بيأثر من بره الخزان لجوه. هتختصر هيطلع معاك 21 الام ايه زائد 6 في الام بي بالرقم ده، دي المعادله رقم 2. هتحل المعادله رقم 1 و2 هيطلع معاك ان الام ايه بسالب 41.69 والام بي بسالب 83.23. جبت القيم دي بسرعه ارسم العزم. المومنت عند ايه بسالب 41.69، يبقى لجوه، انا بحسب على المنبر الاولاني ده، وعند بي ب 83.23 يبقى لجوه برضو. وهعلق بارابولا، البارابولا دي قيمتها كام معرفش ومش عايز اعرف. اللي عملته هنا هتعمله الناحيه الثانيه، سواء الجوينت دي او الجوينت دي بالاتزان، ففي عزم هنا لجوه مش جوينت ده اهي، في عزم هنا لجوه. تعال نرسمها كده، بص نفصلها، الجوينت ايه اهي، دي الجوينت ايه، فيها عزم كده على الحيطه، يبقى في عزم بالاتزان عكسه، ديله لجوه اهو. فرسمته هنا ورسمته هنا، قيمته كام؟ 41.69. هعلق بارابولا، البارابولا المرة دي بتزود العزم ده لأنها جاية من فوق، فيبقى قيمة البارابولا دي بكام؟ 20 في 3 تربيع على 8 زائد 41.69. هزود عليها مش هنقص، لأن البارابولا بتزود العزم، فيبقى 64.19. مش جوينت دي أو الجوينت دي بالاتزان، في عزم لجوه الخزان. قيمة العزوم دي كام؟ 83.23. هعلق بارابولا، البارابولا قيمتها كام؟ 40 في 3 سكوير على 8 ناقص الرقم ده، تيجي تحسبها على الآلة الحاسبة يطلع معاك بسالب 38.2. يعني لو قلت كده إن أنا عايز أعلق بارابولا هنا قيمتها 40 اللي هو الحمل الموزع ده في الاسبان سكوير في 3 سكوير على 8 ناقص 83
و23 من 100 هيطلع لك ان الرقم ده سالب 38.2 من 10. سالب يعني ايه؟ قلت لك قبل كده سالب يعني البارابولا هنا بقى لابتش. والقيمة 38.2 من 10. القيمة السالبة دي معناها ان البارابولا ما قلبتش. ويبقى ده البندنج مومنت دايجرام. عايز ارسم النورمال. تعال نخلص من السهل. بالنسبة للحيطة ما فيهاش اي اختلاف. مثلث. والمثلث ده قيمته 40 في 3 على 2. 40 في 3 120 على 2 ب60. ويبقى ده مثلث موجب. وهنا مثلث موجب. يبقى خد بالك ان الحيطة دايما دايما بيبقى عليها مثلث شد. ومثلث الشد ده قيمته دبليو في ال على الاتنين. الدبليو بتاعت الارضية اللي تحت دايما. لان الحيطة شغالة كديب بيم للارضية اللي تحت. طب بالنسبة للشد على الارضية اللي فوق او اللي تحت. ده شكل استاتيكالي انديترمند. فعشان ارسم او احسب الشد على الارضيات دي محتاج افصل الحيطه. تعال نفصل الحيطه دي اللي احنا متعودين عليها بي اي. بس المره دي من تحت فيكسد ومن فوق فيكسد لان مفيش ركيزه فوق. ده مستمره فوق برضو. على فكره الشكل الفيكسد ده معناه ان في هنا منبر تاني بس انا مسحته. في منبر افق هنا وفي منبر افق هنا. تعال نحط الاحمال. يلا طبعا طولها 6 متر. اول حمل مثلث قيمته 60. المومنت اللي هنا في مومنت على الحيطه دي من تحت قيمته 83.23 من 100. وفي مومنت من فوق قيمته 41.69 من 100. على فكره يا باشمهندس المومنت ده بيدور عكس ده. فانا ممكن اشيل ده خالص واقول في الاخر ان الشكل عليه مومنت كده قيمته 83.23 من 100 ناقص 41.69 من 100. او تسيب كل مومنت فيهم وتجيب له الرياكشن. هيها. بس انا عشان المومنت ده بيدور عكس ده فانا هخلي المومنت الكبير زي ما هو وهشيل الصغير. وهيبقى المومنت اللي بتعامل معاه الكبير ناقص الصغير. هي يا باشمهندس. تعال نحسب بقى الرياكشنات. هركز الحمل هنا 60 في 6 في نص يديك 180. تلتنا فوق وتلتها تحت. 180 في تلت. تلتها فوق اسف وتلتنا تحت. و180 في تلتين تحت. العزم انا هتعامل مع العزم ده بقى اللي هو 83.23 من 100 ناقص ده. فهرسمه لك هنا اهو كده. فيبقى الاشاره هنا عامله كده. قيمتها كام؟ سميشن المومنت على ال ده ناقص ده. جبت مومنت اطرح ده ناقص ده اجيب المومنت ده اقسمه على الستة هيديني 6.9 وعكسه هنا. يبقى انا اتعاملت مع المومنتين اكنهم مومنت واحد بيدور مع الكبير وقيمته الفرق ما بين الكبير والصغير عشان هما بيدور عكس بعض. هقول ده زائد ده طبعا بالإشارة. يبقى ده ناقص ده هيدين ده أكبر وقيمته 53.1. أما أطرح ده ناقص ده هيديه الإشارة كده ب 53.1. هجمع ده زائد ده بإشارتهم هيتجمعوا عادي. هيطلع لي ب 126.9. القيمة اللي فوق دي هتروح شد على الأرضية اللي فوق. والقيمة اللي تحت هتروح شد على الأرضية اللي تحت. يبقى دي موجب 126.9 وده موجب 53.1. ويبقى أنا كده رسمت المومنت والنورمال لشكل بوكس سيكشن خزان كله خرسانة وعليه غطا خرسانة برضه بيتصب كله حتة واحدة. ده بنستخدم دايما في ايه؟
بيستخدم مثلا في الانفاق او كده، حاجه ماشي فيها ميه تحت الارض مثلا. طيب تعالى يا باشمهندس المثال الاخير برضو بوكس سيكشن، بس المره دي البوكس سيكشن ده ما فيهوش اي ركايز. ايه ده يا باشمهندس؟ هو انا ينفع يبقى عندي شريحه كده ما عليهاش اي ركايز خالص؟ امال مين اللي شايلها؟ اقول لك بقى ان الشريحه دي اصلا ما هياش شريحه راسيه، دي شريحه افقيه في الخزان. يعني ايه؟ يعني لو ده الخزان بتاعك، لو ده الخزان كده ودي العمدان بتاعته، فانا بقول لك ايه، جميع المسائل اللي فاتت الاربعه اللي فاتوا كنت باخد شريحه رئيسيه في الخزان كده، بقطع كده بسكينه هنا واستمر لحد جوه، كنت باخد شريحه رئيسيه بالرأس كده. اخر مساله دي انا واخد الشريحه افقيه كده، قطع في الخزان بسكينه بمنشار وقطع اللي جوه الخزان بقى افقي، فهيبان الخزان من فوق مستطيل اهو، والاحمال اللي جواه دي هتعرف ان شاء الله بنجيبها ازاي قدام، احمال بتضغط في الحيطه من جوه لبره، اهي بتضغط، ما دي الحوايط بقى دلوقتي، دول الاربع حوايط، مفيش ارضيه هنا، لان لو قطعت افقي فانت قطعت بالمنشار في الاربع حوايط دول، الحيطه دي والحيطه دي والحيطه اللي شبه دي جوه والحيطه اللي شبه دي جوه. يعني لو رسمتك ده كده بالمنقط، ففي حيطه هنا وفي حيطه هنا، فيبقى الشكل ده يا باشمهندس بيمثل الاربع حوايط دول، كل حيطه من دول بقى عليها قوه ضغط، او بيضغط الميه بتضغط عليها من جوه لبره فبتاثر كده. يبقى القطاع ده هنرسمه ان شاء الله قدام، بس خد بالك بس ان ده قطاع افقي في الخزان ملوش اي ركايز، شايل نفسه زي القمرة الأفقية في الدوم، أو زي اتجاه التانجنشال أو اتجاه ال ان سيتا في الدوم، برضه شايل نفسه. فيبقى الشريحة اللي عندك كده لما تجيلك شريحة من غير ركايز، فدي معناها إن دي شريحة بوكس بدون ركايز، يعني شريحة أفقية في الخزان، يعني الاربع خطوط دول حوايط ومفيش ولا خط فيهم ارضي، كلهم حوايط، ان قطع في الخزان بالعرض. طب من الشكل بتاعك ده، الشكل ده متماثل في كام اتجاه؟ الاول ده ستاتيكالي انديترمند، فانت هتجيب المومنتات عليه بالثري مومنت ايكويشن، تمام. الشكل ده بقى متماثل في كام اتجاه؟ لو عملت محور راسي هتلاقيه متماثل يمين وشمال، ولو عملت محور افقي هتلاقيه متماثل فوق وتحت. الشكل ده متماثل في الاتجاهين، من المحور الراسي هستنتج لك ان الام اي بتساوي ام دي وام بي بتساوي ام سي، ومن المحور الافقي هستنتج لك ان الام اي بتساوي ام بي والام دي بتساوي ام سي، يعني الاي بيساوي دي والاي بتساوي بي، يبقى الدي بتساوي بي والبي بيساوي سي، يبقى الدي بتساوي سي. يعني من الاخر خالص جميع المومنتات عند جميع الكورنرز دي متساويه، جايه من التماثل الافقي والراسي. يبقى الشكل ده متماثل في الاتجاهين، يبقى ام اي بتساوي ام بي بتساوي ام دي بتساوي ام سي، كلهم متساويين يا شانس. ده معناه ان سعادتك هتجيب واحد فيهم بس تبقى جبت الباقي. فانا هطبق الثري مومنت ايكويشن عند اي نقطه، انا هطبقها عند بي الصراحه، اقول لك كده بالسرعه بالبق، هطبق عند بي، يبقى الام اي في 6 اللي هي الام بي في 6، يعني لان الام اي بتساوي الام بي، يبقى الام بي في 6 زائد 2 الام بي في 6 زائد 3 زائد 5 زائد الام بي برضو لان الام سي بتساويها، الام بي في 5 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك اهو يا ريس. دي اول معادله، ام اي في 6 زائد 2 الام بي في 6 زائد 5
زائد الام سي في 5 بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. طب انا دلوقتي شغال عند النقطه بي، عندها كم منبر دي؟ 1 2، كل منبر من الاثنين عليه حمل موزع، يبقى الار الاستيك عنده بكام؟ دبليو في ال تكعيب على ال 24، يبقى 30 في 5 تكعيب على 24 زائد 40 في 6 تكعيب على 24 اهو، وكلهم بيأثروا من جوه لبره بالموجب في سالب 6. يطلع معاك ان الام بي كل ده متساوي. هتختصر بقى ام ايه هي الام بي والام سي هي الام بي، فكل ده مجهول في الام بي بس. تطلع معاك الام بي بسالب 93 86 من 100. روح ارسم المومنت يلا. عند اي جوينت من دول المومنت جوه الخزان قيمته 93 86 من 100، فده ب 93 86 من 100 وفوق 93 و 86 من 100 هتعلق بارابولا. البارابولا اللي هنا قيمتها كام بقى؟ المره دي تعرف تجيبها حمل موزع، يبقى 40 في 6 تربيع على 8 ناقص 93 86 من 100، هيطلع معاك بموجب 86 و 14 من 100. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. طب عايز ارسم العزم على الحيطه الافقيه دي، حيطه خد بالك كل دي حوايط، فالعزم هنا لجوه قيمته كام؟ عايزين نكتبها كده. عايز اعلق البارابولا كام بقى؟ 30 في 5 سكوير على 8 ناقص 93 86 من 100، هيطلع الرقم ده معاك بسالب 11 من 100. لو حسبته جيت تعلق البارابولا دي احسبها الاول، دبليو في ال تربيع على 8 ناقص العزم السالب، طلع معاك بسالب 11 من 100. السالب ده معناه ايه؟ معناه البارابولا اللي هترسم ده ايه مش هتقلب وقيمتها 11 من 100. ونفس الكلام فوق برضو، المومنت هنا جوه الخزان وجوه الخزان وهي نفس البارابولا، بس البارابولا مش هتقلب برضو، هتفضل جوه الخزان ب 11 من 100. كده رسمت البندنج مومنت دايجرام. عايز ترسم النورمال فورس، المفروض تفصل، بس انا بقول لك بقى لو انت عندك بوكس سيكشن من غير ركايز، فالشد على كل حيطه من دول بيجي من الاحمال على الحيطه العموديه عليها. يعني ايه؟ بص كده، انا عايز اجيب الشد على الحيطه دي اللي هي الرئيسيه دي، يبقى كل تفكيرك في الاحمال على الحيطه العموديه. الحيطه دي عليها حمل كام الافقيه؟ عايز اجيب الشد على الراسي. الحمل على الحيطه الافقيه كام؟ 30 في 5 يعني ده بكام ده؟ 150. ونفس الكلام من فوق على فكرة برضو، ده كده ب 150. ال 150 دي هتتنقل شد على الحيطة دي، واضحة خالص اهي، ده عايز يفتح لبره فبيشد الحيطة دي. طب الشد ده قيمته كام بقى؟ هل ال 150 كلها؟ لا، ده الحيطة دي هتتشد بنفس مقدار الحيطة دي، فال 150 دي تتقسم على الاتنين. يعني من الآخر الشد على الحيطه ده هيبقى شد كده مستطيل موجب، قيمه المستطيل ده دبليو 1 مضروبه في 5 كده، ركزت، اللي هي ال 150 يعني، هقسمها على الاثنين عشان الحيطه دي تاخد شد والحيطه دي زيها تشد. فهو يا ريس 30 في 5 على الاثنين يطلع ب 75 يمين وشمال. طب والحوايط اللي فوق واللي تحت؟ دي ودي، دي حوايط افقيه، فيبقى الشد عليها هيجي من الراسي، هيجي من الحيطه الراسيه. هركز ده كده، يبقى خد بالك بقى في البوكس سيكشن اللي ما فيهوش ركايز الشد على الحوايط بيجي من الحوايط او من الاحمال على الحوايط العموديه عليها. فيبقى 40 في 6 بكام؟ 4 في 6 ب 24 يبقى 240. ده بتشد كده ودي بتشد كده، الشد ده هيتنقل للحيطه دي وللحيطه دي، يعني كل واحده فيهم هتاخد كام؟ 240 على الاثنين يديك 120.
و120 بالموجب. يبقى النورمال فورس هنا ما تفصلش ولا حاجة. لو بوكس سيكشن ما فيهوش ركايز يبقى كل حيطة من الحوايط شايلة نص الحمل المركز اللي على الحيطة العمودية عليها. وبكده رسمت المومنت ورسمت النورمال. ملحوظة بقى يا باشمهندس، لو كان الشكل بتاعك ده مربع يعني 6×6 والأحمال اللي جوه دي كلها متساوية، يعني وانت بتاخد السكشن او الكريتيكال سكشن ده في الامتحان في خزان من الخزانات زي ما هتتعلم، وانت بتاخد الكريتيكال سكشن ده طلع ان الابعاد بتاعتي متساوية 6×6 مربع يعني، والاحمال كمان متساوية، لو المسألة مربعة والحمل متساوي، اديك بقى قيم للمومنتات والنورمال محفوظة على طول. اول حاجة بالنسبة للمومنت، المومنت هيبقى بالشكل ده محفوظ، واي قيمة للمومنت بدبليو في ال تربيع على 24. الدبليو قيمة الحمل لان الحمل كله متساوي، والزبان اي زبان في دول لان ده مربع. ما المسألة بقولك بقى لو المسألة مربعة والحمل متساوي يبقى اضرب الحمل في ال سكوير على 24 وارسم العزم كده سواء سالب او موجب كله بنفس القيمة. طب وبالنسبة للنورمال، متساوي على جميع الحوايط قيمته دبليو في ال على الاثنين، يعني ده حالة خاصة من دي. ما تروحش تضيع وقت بقى، لو جالك البوكس سيكشن ده مربع والحمل عليه اللي جوه ده كله قد بعضه فيبقى المومنت بالمنظر ده والنورمال بالمنظر ده، وده محفوظ يا باشمهندس. وبكده يا ريس نبقى خلصنا السكشن بتاعنا وشرحت لك ازاي ترسم الاستريننج اكشن على مختلف الاشكال او مختلف الكريتيكال سكشن اللي هتجيلك في جميع انواع الخزانات. فانت الخطوه دي خلاص المفروض انت ضمنتها، هي خطوه الديزاين بتاع الووتر سايد سكشن. بعد كده كل المطلوب منك في الخزانات الجايه انك تحسب احمال وتفهم الخزان بنوزع الاحمال فيه ازاي. بس اول ما توصل انك تجيب الاحمال وتحسبها وترسم الشريحه خلاص انت بقيت بقى بترسم ستريننج اكشن وبتصمم وخلاص وترسم تفاصيل التسليح. وشكرا يا شباب، السلام عليكم.